اخويا اش غنقول لك، الحادثه كانت صدمه، صدمه للحي كامل، الدراري صحابو كاملين، العائله كامله، ما كناش متوقعينها. ما جاتنا على غفله، ما اش نقول لك، لا اله الا الله وصافي. سبب بقى حتى واحد ما عارفه، لا وقعت شي حاجه، حتى شي حد ما عارفها. السبب ديال الموت ديال الله هادشي اللي عارفين حنايا، هذا على خاطره عادي جدا، ما بحال اي شاب غادي كافع على قبل الوطن ديالو وغادي باش هذا ما كاين. استعد كل استعداد، وكان كيتريني قبل ما يمشي، كان صباح صباح كيمشي لابلاج يتريني باش على الاقل يكون عنده مجهودات، ويكون عنده راك عارف كاي شاب طموح باغي يوصل لواحد النقطه، باغي يكون تاهو راسو، باغي يعاون تاهو الوطن ديالو بواحد الحاجه. واحد السيد اللي قرا وجاهد وشد ديبلومات وشد الباك وما لقاش الافاق ديالو، قرر انه تاهو يمشي يعاون الوطن ديالو، تاهو تكون ايدو في الوطن ديالو. يعني تمشي معرض الحمد لله، كان صحة سلام الحمد لله. داء السكري ماشي غير هو، داء السكري ولا مرض عادي، المرض كيتداول في جميع، في اي دار تلقى واحد في مرض السكري، فين ما مشيتي في العالم كامل، اي دار مشيتي دقيت عليها غتلقى فيها واحد في مرض السكري ولا جوج في مرض السكري، لانه ولا مرض عادي. هو عيان كان عنده السكريات، كيدير الانسولين، كيضرب ليبرا، كيضرب ليبرا، فهمتيني؟ وشوف ما فهمت، انا ما عرفتش كيفاش وقع لي تمايا. باقي يلاه غادي نتحاوروا على المسائل هذه مع مو، مع خو، مع عائله، ونعرفوا شنو كاين، ومن بعد اللي غنشوفوا ثاني الاجراءات ديال داك السيد هذاك. الله هو لو كنت نقول لكم ان السيد اللي مات لحد الان حنا باقي ما صدقناش بانه راه توفى، لان هاد الدري هذه تنعرفوه حنا ديما وشحال من عام هذا، وتنشوفوه صباح وعشيه وتبارك الله بصحته، يعني كل شيء بخير وعلى خير. جاتنا الخبر بان هذا السيد راه توفى، لحد الان حنا باقي ما صدقناش وما عرفناش هذا السيد كيفاش تمات. حنا الحاجه اللي حاجه نتمناوها من عند المسؤولين ومن عند الناس اللي مهتمين بهذه القضيه، يعطونا تقرير باش نعرفوا هذا السيد كيفاش توفى، لان الزيد كابر معانا، راه صباح وعشيه تنشوفوه، يلعب معانا، يضحك معانا، السوق تبارك الله الناس كامله تعرفه، باقي صغير، شباب، سيد معني بكل القوه العقليه وبكل القوه البدنيه. وا تجا قالوا لك ودي راه مات، ما فهمناش حنا اش اللي كاين صراحه. الناس ميطلقوا الخبر، احنا اللي برانيين ما تيقناش، اما مش مسكينه مورا واحد الحاله لا يرثى لها، خو مسكين توا الله اللي عالم به، الوالف عنده توفى توا مسكين شحال هذه، يعني كاينين هاد جوج الله اللي عالم بهم. دابا دخلت طلعت عليهم غتشوفهم ساكن في واحد الحاله ما كايناش، الله غالب. مولاش نتمنوا والله يرحم هذاك الدريري، والله يصبر والديه، وتنتمنوا الناس يعطونا شي تقرير باش مات هذا السيد، باش كلشي يبقى مرتاح. الاقوال كثيره، كي تيقول لك ودي السكريه، كي تيقول لك الكلوه، كي تيقول لك سخون، الحر سخون، الحراره، كل واحد اش تيقول. حنا حاجه بغينا نعرفوا غير هذا السيد باش توفى، والله يرحمه مسكين في هذا النار. ودغي صاحبنا الله يعمر هذا، ماشي شي واحد اللي زعما كاين فيه العايب ولا، من نهار شناه وتنعرفوه هو مزيان السيد الله يعمر هذا، ودرويش وما سخيناش به، الله ما سخينا به، ولكن كل شيء ديال الله سبحانه وتعالى. وهو مسكين شويه كان هنايا، بعدا كان معنا، كان تيقول لنا ودي راني مريض في السكر، ومع ما كانش تيبين، هو ما كانش مسكين تيبين هذاك الشيء اللي فيه. مسكين شنقولوا، الله يرحمه مسكين ويسع عليه ضيقه القبور. وجينا حلينا الحانوت تفاجئنا، قالوا لنا غادي السيد صاحبكم عبد الكبير مسكين مات. ومني قالوا لنا ما شنقول لك، ما بقينا قدينا على خدمه، ما بقينا قدينا على والو، الدري كان معانا حتى ولا ميت مسكين، عشان الله يرحمه ويسع عليه. بقى فيا الحال، لان الانسان باش يقول بانه مات في مشى للتجنيد ومات بسبب مرض سكري، هو على الاقل يعني وخا كل انسان ما لا ما عندوش درايه بهذا الموضوع، ان السيستم ما غاديش يهزو، عنده مرض مزمن ما خصوش يتقبل بعدا في 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 التجنيد. ثانيا ان هاد الناس اللي ولاو كيموتوا ولاو عندهم، ما بقاتش عندهم الحياه ديال الانسان ساويه شي حاجه ابدا، باش الانسان يعي الاسره وبشيء قليل، وفي التالي انه يتم القبول ديالو انه غادي بكل سهوله انه راه تم الوفاه ديالو. هناك نقطه استفهام،
يعني الانسان خصو يتحمل المسؤوليه شويه. واش حنايا دائما هناك تساهلات غير اللي مات عندنا ما كيساوي ما عندهمش حياه البشر ما بقاش كتعني شي حاجه. حق لهاد الشباب ما كينهاروا وما كتبقاش عندهم حتى حب المواطنه. علاش هو مشى يدافع من اجل الوطن فاذا به كيقولوا ليه انت راه لا ان لله وانا اليه راجعون. هاد الكلمه هي اللي كيخسروا عليه. حنا كنبغوا اعاده النظر في هاد المسائل. واش هاد الشباب اللي هما حبوا الوطن ديالهم وبغاو يمشيو يديروا التجنيد وكيسمعوا بحال هاد الاخبار واش هي كتشجعهم؟ ما كتشجعهمش. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.